أعربت عائلة مجبل عن بالغ إدانتها واستنكارها لمحاولة النظام القطري استهداف أمن واستقرار مملكة البحرين ونسيجها الوطني، وذلك من خلال نشر الأكاذيب والتزييفات والافتراءات عبر ما تبثه قناة الجزيرة القطرية والتي لا تقوم على أساس من الحقيقة، وهي في مجملها ادعاءات مغرضة تسعى إلى إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد. وأكدت عائلة أحمد علي مجبل الوفاء والولاء والثبات على العهد خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله، ليبقى هذا الوطن كما كان على الدوام في ظل راية آل خليفة عزيزا شامخا ونموذجا للوفاء والتضحية.